عليكم في مطبخ أم يونس. مرحبا بكم. جبت لكم وصفة لنهار اليوم. هي وصفة قاعدة نعتمدوها في رمضان، وهي وصفة الزيتون. هنا راح نقولوا طاجين زيتون بالفولوفون. إذا وصفة تاعنا وش فيها؟ عندنا هنا فولوفون، تحبي تشريه من برا ولا تستعمليه في الدار. اذا الى استعملتيه في الدار وش ديري؟ عجينة مورقة نديروها، نفتحوها كامل ونديروها بطوابع. استعملي طابع عادي مثلا كيما هذا، هاوليك هذا الطابع. نحلو العجينة تاعنا ونديرو الطابع تاعنا، قطعوها الطبقة الاولى. طبقة ثانية نديرو الثاني اللي يجي لكم هنايا، باش تجينا هذه الفراغ هنايا باش نعمروه من بعد نشوفو كيفاش. اذا هذا هو الفولوفون تاعنا. ونديرو صفار بيضاء، نزيدو لها شويه حليب ونطليوها هنايا كامل، وندخلوها للفرن على 180 درجة. خلوها طيب حتى تتورق لي بهذه الطريقة. شوفوا، واللي ما تعرفش دير هاد العجينة ان شاء الله راح ندير لكم وصفة هذية تاع الفولوفون، كيفاش نطيبوه وكلش، وكيفاش نديرو العجينة المورقة. واللي ما تعرفش تشريه واجد عادي. اذا هنايا هذا هو الفولوفون تاعنا. وش راح نسحقو؟ نحتاجو للمرق تاعنا. عندي هنايا ربع صدر تاع الدجاج عفوا. تقدروا تستعملوا ليكويس، الشي اللي يكون عندك. عندي زيتون تاعي تيروايتي، وعندي الجزر. انا راح نديرو هنايا بالجزر. وعندي حبة بصل نرحيوها مليح باش نديرو بها الصلصة. نجوزو نحضرو الصلصة هنايا في الكيكوطة تاعي ولا في القدرة. ولا واش راح ندير؟ راح ندير الزيت تاعي، ندير شوية تاع الزيت. هنا راح نديرو مرقة بيضاء. اذا راح نستعملو شوية تاع الزبدة. انا هنايا ضفت حبة بصل كاملة حطيتها، راك تشوفي. نضيف عليها هذا الدجاج تاعنا. واش عندك تاع الدجاج ديريه، خليه يتقلى شوية. هنا مازال ما ضفتش سمن ولا زبدة تاعك باش تجيك، باش يعطيك هذاك الوجه تاع المرقة يكون بنين وشباب. هاي الزبدة كذا نخليها تتقلى شوية ونكملو. هاي ديك تقلات مليح. شوفو هنايا الدجاج تاعي كان في المجمد، كي خرجته من قبل. إذا هنا راح نضيف هذه السروجية تاعي كيف نخليها شوية مليح. هنايا نخليه يتخلى مليح. نجيبو راس الحامل تاعي تاع المرقة البيضاء، عندي ملعقة. هنايا تحبوا تضيفوا فلفل اسود ولا فلفل ابيض، انا ما راهش حنضيف، نضيف غير هذا راس الحامل تاعي. فيه كامل واش نحوس انا في الورقه تاعي. اللي يحب يضيف فلفل اسود ولا فلفل ابيض يضيف، انا هنا ما راهش راح نضيف له، راح ندير له غير راس الحامل تاع المرقه بيضاء. هذاك راح يعطيها نكهه هايله. هنا اللي يحب يدير ثاني باقه تاع باقه عطريه يدير. اذا خليها تخلى لي هذاك البصل شويه مع
الدجاج تاعي ومن بعد كنسلقو. هنا الملح تاعي راح نضيف شوفو رشه صغيره تاع الملح، شوفو ملعقه صغيره درت ربع تاعها فقط. كما نعرف حنايا هنايا الزيتون يحب الملح، اذا هنايا نخلطها كما تشوفو. هنا يتخلط لي راح ندير الماء سخون، نضيف على الماء سخون حتى يتغطى لي. اذا نزيد هنايا الماء، اذا حتى يتغطى لي الدجاج تاعي كما تشوفو. ما نديروش بزاف كما نعرفو هنايا طاجين الزيتون تاعنا ما يحبش الماء بزاف، ما يعمل الدجاج تمتم طياب، ما يديش الوقت بزاف طياب. اذا هكا نغلق عليها ونخليها طيب. كي يبدا يغلي الخليط تاعي نجي ونضيف الزيتون تاعي بعد ما نكون شللته جوج خطرات ولا ثلاثه بالماء سخون، ونضيف له شويه تاع القارص باش نحيلو شويه هاد الملوحه تاعو بلا ما نغليه، ونضيفو المرق تاعي ونكملو الخطوات تاعنا. هنايا كي غلالي المرق تاعي واش ندير؟ نروح نجيب عدد الزيتون تاعي ونحطو داخل معاهم يطيب، نخلط ونغلق عليها ونخليها طيب حتى تنشف لي المرق تاعي شويه، ونجيو نشوفو كيفاش راح نديرو هذاك البولوفون تاعنا. هنايا كيفاش راح نقدمو الطبق تاعنا؟ اذا نحاوليك البولوفون تاعي نحط هذيك الحبه في الطبق، واش راح نزيد لها لهنا هاي ليك، شوفوا كيفاش راح نزينوها. هنايا نجيب الجبن، اي جبن يدوب ولا تاع مثلثات نديرها لداخل هكا، ومن بعد كي يطيب المرق تاعي نديروه ونشوفوا كيفاش راح نزينوه. اذا نزيدو نجيب الحبه الثانيه نوجدوهم، والمرق تاعي راه يطيب تن ليك. نديرو الجبن تاعي هنايا لداخل، ومن بعد كنديرو المرق تاعنا سخون يذوب لنا هذاك الفرماج. اذا نوجدهم كامل ومن بعد نكملو. اذا تزيين خفيف فقط. هنايا جبت الجبن، شوفو شي دار ولا كريار ولا عوج اللي عندكم ديروا تزيين خفيف. هنا خدمت بالطوابع والجبن لداخل، وهنايا دوك نزيدو كي طاب المرق تاعنا راح نكملو نزينو الطبق تاعنا بخيستيش يوالم المناسبات والعرضات. مثلا في عرض ديروا عرضه في رمضان ولا العائله تاعكم، الطبق هذا راح يكون حمر لكم وجهكم. اذا نجيبو لاصوص تاعنا. اذا هاوليك الطبق تاعي كيفاش زيناه، كيفاش جا، جا فريمون هايل. راح نحطوه في التقديم ونشوفوه كيفاش راح نقدموه، فريمون بزاف هايل في البنة وفي التقديم وفي كل حاجه. تابعوا معايا لاخر الفيديو ما تقطعوش ما تروحوا حتى البلاصه. شوفوا الطبق تاعي كيفاش جا، جا فريمون بزاف هايل وبزاف بنين. شوفوا لاصوص كيفاش جات صفراء، جات تشهي تاع مناسبات وبخيستيج تاع عرضات. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، جربوها ما تبخلوش علينا باللايك. اللي شافت القناه اول مره دير اشتراك ولايك وبارطاجيها مع اصدقاء تاعها. ان شاء الله في وصفات قادمه، وبقوا على خير.